بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخوتي الطالبات، سنة أول ثانوي، أقدم لكم تمرين فيما يخص الحساب الشعاعي. أنتم مليح. ينسب المستوي إلى معلم أو إي جي، نضع أ الإحداثية 3-1 فاصلة وترتيبة، و ب عندها الفاصلة 2 وترتيبة ناقص 1، و سي شعاع يساوي ناقص ا ب شعاع، سي دي يساوي او ا شعاع زائد او ب شعاع. علم النقط ا ب سي دي. نبداو. اذا ا إحداثية 3-3 معناه أن أو أ هي 3 إي زائد جي، أو بي هو 2 جي إي ناقص جي، أو سي هي AB شعاع معناه ناقص OB ناقص OA. معناه OB 2E ناقص G ناقص OA 3E ناقص جي أو سي. إذن لهنا 2 جي ناقص 3E 2E ناقص 3E هو ناقص E زائد E. إذن E ناقص 2 جي زائد 2 جي. ومنه لهنا سي معناه نقطة سي هي 1-2. دي سي دي هي وشني هي او دي ناقص او سي حسب قانون شارل، حسب علاقة شارل. او دي ما نعرفوهاش، نكتبو اكس و دي ما نعرفوهاش. إذن إكس إي زيد إيكراك جي نعرفوهاش ناقص شنهي ناقص أو سي، أو سي هي إي زيد 2 جي. أي سي دي هي إكس ناقص 1 إي زائد إيكراك ناقص 2 جي. هي سي دي هي أو أ زائد أو بي، أو أ زائد أو بي، أو أ زيد او بي
و آ ثلاثة إي زيد جي زيد و بي اثنين إي ناقص جي معناه خمسة إي زيد صفر جي مطابقة هنا مطابقة إكس إكس ناقص واحد يساوي خمسة أي إكس يساوي ستة إيكغيك ناقص اثنين هي صفر إيكغيك يساوي اثنين إذن أودي هي سيس إي زائد دين جي نرسم الأمور معلم هو المبدأ نتاع المعلم عندك أ إحداثية الأ هي ثلاثة واحد ثلاثة فاصلة واحدة اثنين واحد هذه نسموها أ ب ب وشنو هي نقطة ب هي اثنين ناقص واحد اثنين ناقص واحد إذن اثنين ناقص واحد هذه ب سي هاي سي وسي هي واحد واثنين فاصلة واحد هاي واثنين هذه سي دي كينها ستة وثمانية اثنين هذه أربعة خمسة ستة هذه يدي هلا
سي دي هي او ا زيد او بي. او ا زيد او بي معناها هذه هي. إذن او ا زائد او بي مدنا او او مي او او يسوى سي دي. دونك سي دي نفس الاتجاه او او نفس الطاوله ولكن المبدا اللي يتبدل. لا إذا واش نكتب سي دي يساوي او طاولة نفس طاولة. و سي دي متوازي لي او او. تهينا والسلام عليكم ورحمة الله.